اعتبر نفسك في بيتك يا معالي الباشا، فك كده ورحرح وعيش. الرحرحه دي مش بتاعتي انا، رمانه فين؟ جايه يا سعاده الباشا، رمانه جايه. اصبر بس عليا 5 دقايق وهتلاقيها داخله هل علينا كده. بصي بقى، انا عايزك بشويش واحده واحده كده على روحك. خايف عليا قوي يا اخويا. احنا محتاجينك يا نجمه. خشي برجلك اليمين. اهلا 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 يا حب. اهلا يا ست رمان. اهلا وسهلا. ما تتفضلي تنوري قعدتنا شويه. معلش اصل انا مش عايزه اغرمكم تمن الازازه. لا ازازه ايه؟ الكلام ده ما ينفعش مع الدكتور هنا يغير. انت اللي زيك اتعمل له خط انتاج ازاز بحال عشان يحن علينا. اتفضلي اتفضلي. طب انا هاخد لي لفتين وارجع لك تاني. خد لك 3 لفات شنب. اعتبره حصل يا حبيبي. تعالى اهلا بيك. اهلا اهلا اهلا. والنبي ما تعملي في نفسك كده، الدنيا يا اختي مش مستاهله دي فانيه باللي عليها. ابعدي يا بيسا عني دلوقتي، انا مش طايقه نفسي، مش طايقه
النبي، ده انت سايباكي عين ما صليتش على النبي يا ستي. لا حول الله يا ربي، لا اله الا الله. طب اهدي شويه. الكلام ده صحيح يا مطني؟ ايه اللي صحيح يا حاجه؟ انا شايفها بعيني وهي بتمرمط الراجل في الشارع، وسابته وخدت التاكسي وراحت طالعه على البيت لوحديها فرضاني. وانتوا بلغتوا خميس بالكلام ده؟ لا لسه، هو مستني مني تقرير الصبح، بس انا قلت اسبق وابلغ معاليك الاول. انا عايزك تقول له الكلام اللي هقوله لك بالظبط. اقول له ايه يا حاجه؟ ان العربيه زاغت منك، وانت ما تعرفش راحت على بيتها ولا راحت على بيت الجدع اللي كانت معاها. ايوه يا حاجه، بس هي يعني بقول لك ايه؟ نفذ اللي بقول لك عليه. طيب افرض يا حاجه ان هو عرف ان ده ما حصلش. وهيعرف منين يا خفيف؟ هو طايق يشوفها لما هيسالها؟ ماشي يا حاجه، اللي تأمر بيه. كده يبقى عملنا اللي علينا، ونفضى بقى لاكل عيشنا. امشي انت دلوقتي. حاضر يا حاجه. المنظر من هنا تحفه، تحس ان كل الناس عريانين، لا حد متداري ولا حد مستخبي، كله مفضوح مكشوف على الاخر. هي ليلتنا هترسى على ايه بعد كده؟ يعني ايه هترسى على ايه؟ هنروح البيت طبعا. نعمل ايه؟ نروح بعد كل اللف ده وتقولي نروح؟ بقول لك ايه يا براء، انت دماغك عجباني، بس بصراحة كده انت مش الطيب بتاعي. طيب؟ الا طيب، ده انا طيب قوي وابن حلال وعجبك كمان يا بنت. ده انا براء النوح. طب اهدى على نفسك شوية، خلينا اصحاب ويمكن تعجبني بعد شوية. ماشي. بقولك ايه؟ معايا سطرين تيجي نشدهم. مش قلتلك ان دماغك عاجباني؟ انا ما قلتش حاجه، انا بحكي اللي حصل يا معلم. معلم يا الله يخرب بيتك، انت خليت فيها معلم وراني. انت ايه اللي حببته ده؟ انت عارف العمليه دي ممكن ترسى على ايه؟ ما ترسى زي ما ترسى يا حاج، فيه ايه؟ انا كنت عملت ايه يعني؟ البنت جايه، ده انا حتى قلت انك هتفرح بيا وتسقفلي. افرح بايه يا اهبل؟ افرح بايه؟ عارف ابوها لو عارف حاجة زي دي هيعمل فيك ايه؟ هيعمل ايه يعني يا حاج؟ يعمل اللي يعمله يعني، وانا كنت عملت ايه؟ اسكت! اسكت خالص! مش عاوز اسمع الصوت، يا ريتك تقول من وشي. قوم يالا، قوم يالا، امشي! امشي! خلاص يا حاج اديني ماشي. يا نهار اسود ومنيل، بنت العمروتي بالمستر، ربنا يستر. أحبك، تعالي هنا أكرم. ايه الاصطباح العسل؟ بحبك. ايه الجو التركي ده؟ تحبيني؟ انا كمان بحبك. انما ايه جو الفطار ده؟ ها؟ انت عارفه كويس ان انا ما بفطرش.
تعال هنا. كرامة، انت عارفة غلاوتك عني صح؟ وعارفة انا بحبك قد ايه؟ عشان كده اي حاجة انا عملتها قبل كده او هعملها عايزك تبقي عارفة كويس قوي اني مش قصدي بيها اني اضايقك. ما تخافيش، مفيش حاجة تقلي ولا توتر. انا يعني ايه، حسيت اني عايز اقولك الكلمتين دول. احنا صحيح في سوء مزاج، انما في الحقيقة مفيش حاجة بنعملها على كيفنا. اوقات كتير بنعمل حاجات غصب عننا، يعني عشان المركب تمشي والمصالح بتتصالح. يتوب علينا ربنا. انا عاوز اعرف ايه اللي بيحصل في البيت ده. انا بقيت حاسه كده ان انا عايشه في سيرك. في ايه يا مطر؟ ما تصطبحي وتقولي يا صبح. صبح وانا ما بشوفكش بالليل غير متلقح هنا على السرير، وما انتش دريان بنفسك وما بسمعش غير شخيرك. وعايزانا فوق عشان ايه بقى؟ ان شاء الله كنت هشوف ايه حصره. انت ناوي تتجوز عليا يا براء؟ وانت يهمك في ايه يعني؟ هتعملي لي بقى فيها غيرانه ومش عايزه جوزك يتجوز عليك يا اختي؟ اسمع يا براء، انا ابويا سماني مطره عشان ارطب على قلوب الناس اللي حواليا، ومن يوميها وانا بستحمل كتير وبخزن زي اجدعها جمل بتربيه عندك. بس يوم بقى ما هتجيب لي دره وتخليني على ذمتك هتلاقي مطرة تانية خالص غير اللي كنت تعرفها. مطرة مصحوبة برعد وبرق يقلب حياتك عليها وطيها. فاهمني؟ انتي بتهددينا يا مطرة؟ يكون في معلومك انا لغاية دلوقتي ماشي في سكة تراضي ما بيننا عشان عظم التربة. ها؟ انما انا لو حطيتك في دماغها مطره هشيلك من على وش الارض، هعلقك كده بين السماء والارض، هخليك تتمني الموت وما تطلهوش. وعايزك تطمني، طمني اوي، انا مش هتجوز عليكي مش عشان ميت في ده بديبك ولا عاشق سواد عيونك، لا، عشان انت قرفتيني من جنس الحريم كله. بس ابوك ناوي يعملها. ابويا ايه؟ هتجوزها. تتجوز مين يا حاج؟ انت مش لسه قايل ان انت قريت نهي عن الحكومة؟ عايز تتجوزها؟ انت عايز تجنني ولا ايه؟ ده بدل ما تقولي روح تويها وارميها في اي صفحه زباله واخلص منها. مش بقول لك هتفضل طول عمرك غشيم؟ يا ده افهم، بيت دي الحكومه زرعتها في بيتي، يعني تعدوا حرمتي ودهسوا فرشتي. عدى انا كل ده بقى؟ لا، تعدي ازاي؟ ده انت لازم تكافئها على مجداتها العظيمه وتتجوزها وتعمل لها احلى فرح في الدنيا. بقول لك يا حاج، ما تعزم الحكومه كمان بالمره. وربنا فكره ما خطرتش على بالي. يا واد انت عايز تشلني يا حاج؟ عايز تشلني يا ابني؟ الهداوه افهم، الجوازه دي اكبر كف للحكومه. بقولك يا حاج، مبروم على مبروم ما بيلفش، وانت عارف ان انا صايع ومدقدق. قول ان البت عجباك واكله لك مخك. طلعت عجباني؟ عجباني، انما بقى واكله مخي ليه زياده حبتين؟ بجوازي منها هبقى قطعت اي حبل موصول بينها وبين الواد الظابط ده. انما لو قتلتها معلم اول واحد هيلبسها انا، وده اللي هم مستنيينه.
عاوز نصيحة أبوك، اوعى تسيب عظمة وراك، لأن هتلاقي كلاب كتير تحوم حواليها وتجيبك بيها، ودي غلطة أي واحد بياخد اللحم ويرمي العظم. Good evening, gentlemen. Please allow me to introduce to you Mr. Khamis Abu Senna, also known as Efendina. Assalamu alaikum. بقول لك يا حبيبي. ايه ابيض والله. ابيض والله. قول لي فين بيطلع العسكري المغاوري؟ العسكري المغاوري او الشباك اللي هناك ده. بس لو ما مشيش معاك احمر معانا بني حاجه نظيفه. على فكره انا اللي بقضيله. ابعد من هنا خالص يا حبيبي، ابعد من هنا خالص، مش عاوز اشوف لك اثر هنا. ارمي السيجاره اللي في ايدك دي، ارمي السيجاره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عايز حاجه يا اخويا؟ العسكري مقاول. ايوه يا اخويا موجود بس مريح شويه. طيب ممكن تدي له خبر ان انا عاوزه؟ طيب اتفضل اصححهولك. حاضر. مغاوري مغاوري اصحى يا مغاوري. ايه عايزه ايه؟ في واحد يا اخويا بيسال عليك. قوم يا ولد. مين؟ قوم افتح الباب بسرعه. يا رب يا ساتر. حسن باشا. اسف باشا. طبعا فول يا باشا. على مهلك. ازيك يا باشا؟ تعال قوم يا رب نام. قوم. اتفضل يا باشا. اتفضل يا باشا. ازي سعادتك يا باشا؟ الحمد لله على سلامتك يا مغاوي. الله يسلمك يا باشا. اجري يا بنت بسرعه، خلي حد من العيال يروح يجيب حاجه ساقعه ولا اي حاجه حلوه. يلا. لا مالوش لازمه خالص، مش عاوز حاجه. لا اودي اودي تيجي برضو، ده احنا النهارده زرنا النبي، لازم تشرب حاجه. والله ان كان ولا بد يعني يبقى كوبايه شاي. الباشا معلقه سكر واحده. ها يلا بسرعه. حاضر يلا. وانا قوم قوم يا ولد. قوم تعالى تعالى قوم. خطوه عزيزه يا باشا. عز ما يدارك يا مغاوي. انا لما عرفت انك مديت اجازتك قلقت عليك، او سالت عليك قالوا لي انك تعبان، قلت لك اطمن عليك. اه باشا ده والله الواحد ما فاهم، حلي مهدود وصدري زي ما سعادتك شايف كده، شكلنا عجزنا باشا. اه والله رجعت 100 سنه لورا. عيالك دول يا مغاوري؟ Au début de l'année 80, quand le coq a apparu, il y a bouleversé le marché. Et c'est ça le signe d'un bon marché promissant. Et votre pays a montré des grands pas de progrès dans son marché. في بداية الثمانينات لما ظهرت البودرة قلبت السوق بمكسبها اللي كان أربع أضعاف الحشيش، وانتشرت البودرة وما اختفاش الحشيش، وهي دي علامة جودة السوق الناجح. وبلدكو قدر انها يعمل طفره في نجاح هذا السوق. Aujourd'hui, le tramadol a pris fort au marché et son pouvoir de concurrence est devenu de plus en plus évident. Surtout qu'il est en le main cher et le plus facile à transporter. النهارده الترامادول ظهر بقوه في السوق وقدرته على المنافسه بقت اقوى بكثير، خصوصا انه الارخص سعرا والاسهل نقلا. And its benefits become 10 times the benefits of the other kind. It's especially known for its sexual effect, and this is the fastest way to publicity. ومكسبه وصل لعشرة أضعاف غيره، خصوصاً إنه مشهور بمساهمته الفعالة في العملية الجنسية، ودي أسرع وسيلة دعاية له. Nous voulons que le tramadol prenne sa place côte à côte au coq et au hache pour que le marché égyptien garde sa qualité. احنا عايزين الترامادول ياخد مكانه جنب البودرة وجنب الحشيش عشان يفضل السوق المصري محافظ على علامة جودته. And for not making the same mistake as our predecessors, we must be conscious of every product that is to complement the movement of the market so that it can accelerate at any given time. وعلشان ما نقعش في نفس الغلطة اللي وقع فيها غيرنا زمان، لازم نبقى واعيين كويس قوي ان اي نوع مخدر جديد هو مكمل لحركة السوق ومنشط في بعض الاحيان.
C'est-à-dire, c'est possible, on peut très bien diminuer le H, diminuer le coq, dans le quartier où le tramadol n'a pas encore été propagé. Et dès qu'il prend sa place normale, le mouvement de vente des autres produits revient communautaire. يعني ممكن قوي نخفف الحشيش ونقلل البودرة في المناطق اللي لسه ما انتشرتش فيها الترامادول وبمجرد ما ياخد مكانه الطبيعي ترجع حركة بيع الأنواع التانية زي ما كانت. الأصل شاح والمضروب زي المية، لا طعم ولا لون، الدماغ هتنفجر. وبتتا يا باشا زي ما تكون نحست، يعني كل كده على بعض يا باشا تحس زي ما اكون مضروب في الخلاط. عفرت كتير في الاخر ما قدرتش، وقعت زي ما سعادتك شايف كده. لسه بتضرب الجواب ده مغاوري؟ ما عادش ينفع نخلع منه يا باشا، خلاص ده بقى بيجري في الدم. بعدين من غيره يبقى الحال زي ما انت شايف كده، لا قادر اقيم حيلي ولا قادر اقف على طولي. ده غير لما صدقت يا باشا ان الحياه بان عليا عشان اخلع من واجب لحد ما اشوف لي صرفه. تعرف يا مغاوري انا ليه دورت عليك وجيت لك لحد هنا؟ لانهم لما قالوا لي انك تعبان كنت متاكد ان اللي رميك ومعييك هو الهباب اللي انت بتبلبعه ده. عشان كده قلت اتاكد، وبعدين اتاكدت. مكتوب يا باشا. ده مرض يا مغاوري ولازم له علاج. ربنا هو الشافي يا باشا. ربنا ادانا عقل يا مغاوري علشان نفكر بيه، مش علشان نغرق نفسنا الغرقة السوداء اللي انت مغرقها لنفسك دي. في حاجة يا باشا؟ هو مغاوري مزعل حضرتك في حاجة؟ لا ابدا، انا اللي متضايق شوية. اعمل لساعتك شوية نعناع يروقوا دمك؟ لا ملوش لازمة، انا ماشي. ما بدري يا باشا. مغاوري ما تقف على حيلك وتوصل بطولك بديني تمام في المكتب، عشان في كلام بيننا لسه ما خلصش. اوامرك يا ياسر باشا. صباح الفل والياسمين. ايه ده يا ابله ده؟ ايه كل السجاير دي؟ انت كده بتنتحري. كله محصل بعضه يا بيسا. هو الملط ده قال لك حاجه زعلتك؟ الملط عايز يعريني يا بيسا، بيسلمني زبون. شفت انا وصلت لايه؟ ناقص يسعرني بين الزباين. قطع لسان اللي يقول عليك الكلام ده يا ستي، قطع لسانه 100 مره. هو عارف كويس قوي انك زنت المحل وست الستات والكل عارف الكلام ده. مش هنضحك على بعض يا بيسا. خلاص اضربي له اليوم وما تروحيش الشغل النهارده. مش هينفع وانتي عارفه كده كويس. هي بس ده انتي كده هتقعي من طول. هشرب قهوه وافوق. معايا حبايه حمرا من اللي خدتيها المره اللي فاتت. هاتي يا اختي، هاتي اي حاجه عشان اقدر اصله بطولي بدل ما اقعد على المسرح والزباين يضحكوا عليا. ايه يا العسل دي؟ دي قطران مش عسل. خدي هتبقي فله. تعرف اللي حصل النهارده ده خميس معناه ايه؟ معناه ايه يا باشا؟ معناه ان الناس دي اختارتك تبقى الراجل بتاعها. ما ده طبعا بترشيح من معليك. انت اللي جاي يا خميس. بدماغك واتصالاتك السوق هيكبر والمصالح هتكتر. يا باشا انا عمري ما اشتغلت في البودره. عايزني اشتغل في الكيمياء. انا بتاع مزاج وبس. مزاج بس، حشيش بس. خليني كده، ليه عايز تحدفني في البعيد؟ ما انا بتاعك برضه في القريب. تزيح من على صدري هم كبير قوي يا خميس. النوح كبر خلاص وابنه اهوج. وبسنا جربناه وما نفعش. يبقى الامل فيك انت. انا عمال اقلبها في دماغي من ساعه ما قلتها لي، مش لاقي لها ملكه. عضه معايا ومش سالكه. ما القرشين اللي نصصتهم مع النوح كانوا جايين من الكيمياء برضه ولا ايه؟ لا يا باشا، دي غير دي. التانية كانت حق بترد لاصحابه. انما الهلومة بتاعت النهارده دي، ده جو خض، ده عيل دارسة. انت خلاص خطيت العتبة يا خميس. يعني حدفتني شمال يا باشا. مش انت اللي بادعها وبتقول انه كله شمال؟ علينا ربنا. بضحك. ها طمني يا علي، عرفت حاجه؟
ما بتردش خالص، اختفت تماما. اكيد النوح كشفها. انا كنت متاكد انه كشفها، بس كنت مستني بس اشوف هيعمل معاها ايه. يكون قتلها؟ امال وداها فين؟ احتمال تبقى لسه في الفيلا. احتمال، واحتمال يكون سفرها بعيد. والله كله هيبان. احنا خسرنا مصدر مهم جدا. هتصدقني يا علي لو قلت لك ان المصدر ده ممكن يكون هو اللي مضللنا من الاول خالص؟ قصدك باك فاير؟ لا 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 لا، كل اللي كانت بتقوله كان بيتحقق بالظبط، ومتفق مع التقارير والتحريات بتاعتنا. عشان كده لازم نراجع حساباتنا في كل المعلومات اللي كانت عندنا، ونبص للموضوع بشكل مختلف. اكيد هنوصل لمعلومات جديده، اكيد. فكر بره الصندوق يا علي. بره الصندوق. بره الصندوق؟ بره الصندوق. وعين هو كل اللي اتعلمته من تجار المخدرات باك فاير؟ العفو يا باشا، انا هفكر بره الصندوق احسن. انت يا بنتي يا مزغودة، يطلع منك كل ده. شش اسكتي، انا هشيل بتاع اللي على بقك ده، بس اياكي حسك يطلع ليخلصوا علينا. وانت والنعمة انا خلاصي خلاصي اديك على قفاكي. والنعمة انا مظلومة، ما عملتش حاجة، ده انا غلبانة وحياة ربنا. يا بنت انت هتستهبلي يا بنت، ده انا شايفاكي وسمعاكي بودني. شفتي وسمعتي ايه؟ طب ست مطر، حكايتك مع المعلم من الحكومة لحد الجواز اتخرصت يعني. والنعمة انا مظلومة، واديكي شايفة يعني المعلم رماني اهو وسابني. انت يا بنت كنت بتتجسسي علينا. والنعمة انا مظلومة، وحياة ربنا انا مظلومة، ده ظابط كده يعني انا حتى مش فاكرة اسمه، حاول يقرر فيا بس انا ما قلتلوش حاجة. شفتي بقى لعبتي لعبتك عشان تجيبي رجل الراجل ويتجوزك. يتجوزني؟ يعني هو لو كان ناوي يتجوزك انا هيرميني الرمية السودة دي؟ ما هو خايف لا تزوغي. نبي يا ريت يتجوزني، هو هينوبوا ثواب فيا، اصل انا مش حمل مرمرة الشوارع. بقولك يا ست مطر، عايزة ايه يا بنت؟ ينوبك ثواب فيا كده يا رب قادر يا كريم، بايديك الطهرة دي تجيبيلي شوية محشي على فرخة كده. عايزة فرخة ومحشي؟ اصل انا موقوته كده وما اكلتش حاجه من الصبح. في ايه يا ست مطر؟ على بنتك انت موقوته. اخراسي خالص والله لا اصعب. اخراسي لحسن الناس اللي شبشب ده على جتتك. اخراسي تاني ماشي، ربنا على الظالم والمفتري. لو اخراسي خالص، اخراسي ما اسمعش حسك لناس اللي شبشب على دماغك. والله انت صعبانة عليا في قعدتك دي. ليه يعني؟ عشان لسه ما قاليش اي حاجة؟ ولا هيقولك يا بنتي، ده بيعاملك زي ما تكون اخته الصغيرة، ولا حطك اصلا في دماغه، وكل اللي انت بتحكيه هو اللي بيقول كده. احساس انا بيقول غير كده. لو شفت عينيه هو ملهوف عليا ساعة الحادثة، ولا لما جالي يتسحب زي العيال الصغيرة وقعد يحكي معايا لوش الصبح، كل ده ومش حاسس بحاجة؟ انت عايشة زمن عدى وتهلس من مسلسلات التركي، فوقي بقى. يا بنتي الدنيا من غير مشاعر لا تتحس ولا تتعاش، وصدقيني حبة حب قد كده هما اللي بيخلوا واحدة زي تقدر تعيش وتكمل في الدنيا، ولو اتحرمت منهم مش هقدر اعيش. يا بنتي خليكي واقعية، عيشيها زي كده، عيشي الحياة زي ما هي، ما تزوقهاش ولا تحطيها في برواز قديم. وبعدين حباية بلبحها والاقي نفسي مش عارفة أي حاجة في أي حاجة. النفر مننا بيجيله الفرص مرات قليلة أوي في حياته، الشاطر بس هو اللي يستغلها ويكسب منها على قد ما يقدر، إنما الغبي هو اللي يسيبها تمر من قدام عينه من غير ما يقفش فيها. وأنا بقى ما سبتش أي فرصة إلا ما قفشت فيها بإيدي وإيدي، وعملت كل اللي أقدر عليه عشان ما تفوتنيش. وده اللي خلاكي في وقت قصير قوي تبقى أهم نجمة من نجوم المحل، ومش بس كده صورتك تكبر ونمرتك تتثبت. كل
كله فضل توجيهاتك يا كابتن وفضل موهبك المبالغ فيها. اسمعيني يا بوسي، في واحد بيشتكي من صاحبتك، هيخش المكتب هنا كمان 10 ثواني. مهمتنا الوطنية أنا وإنتي إن المحل ده ما يخسروش. تحت أمرك يا برنس، ده أنا تلمستك. ربنا يبارك لي فيكي وفي مواهبك. يا باشا يا باشا ما تزعلش نفسك، رمانة ما كانش قصدها تزنجفك صدقني. مالطا بيدون، أنا ليا حق أعرف عندك. أمرني، أنت هنا عشان تأمرني. بوسي الوطنية. أهلا أهلا يا باشا، اتفضل. ماشي يا جميل، براحتك على الاخر. المكتب مكتبك، انا هنا غريب. هو ده برضو العشم يا مال. يلا يا شلل. يلا يا برنس. رباني الراجل داخل شايط على الاخر، وزعابيب المشير كلها بتتنطط في خلقته. خدوا الواد شلبي وطلع بيه على الكابتن. يا اختي يخبطوا دماغهم في اكبر حيطه. يا ست رمانه، دي علب ومقفوله والكل متكربس فيها. بلاش عوق مع الناس دول، لحسن دول قرصتهم والاب. قبري لمهم كلهم، انا خلاص زهقت، زهقت من العيشه دي، زهقت. العيشه دي انت اللي رجعت لها برجليكي وبوست الايادي عشان يبقى لك مكان فيها. روح يا بيسا راقب الكيت بتاع البرنسيسة. عيني سيدي. اسمع يا مالت، انا معاك في كل اللي انت عايزه، بس برضك الموضوع مش بالغصب. مين قال انها غصب؟ انا قلت انها غصب؟ الراجل اللي راح يعيط لك وجاي لي لحد هنا عشان تاخد حقه. انا سيبك من الراجل ده، انا خلاص رضيت وخلصنا. امال جاي ليه يا اخويا؟ عشان الكيت؟ جاي عشانك انت، عشان غلاوتك. انت عارفه غلاوتك محفوره في قلبي قد ايه. قصر وهات من الاخر. دكتور الهير ده بره في الصاله. هو ايه كل ليله؟ ان شاء الله تبقى الف ليله وليله. المهم ان هو يكوع واحنا نكسب. الراجل متسلم تسليم اهالي، انا عايز الم مكسبي عشان انت تقبضي. ولا ايه يا ميمه؟